يعطيكم العافية جميعا، معكم هديل من قناة ميدسيديو، كملين معكم إن شاء الله بشرح تشابتر الأول من مادة علم الدم. ووصلنا لهون من التشابتر، وإن شاء الله هاي آخر محاضرة لأنه كثير طولنا على هذا التشابتر، ولكن فيه معلومات كثير مفيدة ومعلومات صراحة نحتاجها وما بنقدر إنه نمشي عنها أو نشرحها بسرعة. تمام، نحن وصلنا لعند الهيماتوكريت. طبعا احنا لسه عم نشرح عن الفحوصات اللي بتندرج تحت الريد بلاد سيل. حكينا عن الهيموغلوبين، طبعا اول شيء بلشنا ب ريد بلاد سيل كاونت، حكينا عنه اللي هو تعداد الكريات الدم الحمراء، بعدين حكينا عن تعداد الكريات الدم البيضاء، بعدين حكينا عن الهيموغلوبين. تمام، بلشنا يعني نشرح عن الفحوصات اللي بتندرج تحت الريد بلاد سيل، حكينا عن الهيموغلوبين، وحاليا رح نحكي عن الهيماتوكريت. رح احاول ما يعني اقشر او احط خط تحت الحكي عشان لانه في بعض الطلاب بتخربطوا. بس اول شيء الهيماتوكريت، رح نحكي عن شو هي الاختصارات. تمام، في اكثر من اختصار للمصطلح اللي رح نحكي عنه اللي هو الهيماتوكريت. رح نعرفه شو هو، شو يعني، كيف ما نقيسه بالمختبر سواء كان على الطريقة القديمة او الطريقة الحديثة، يعني ممكن نشتغل بها ممكن نشتغل بها حسب المختبر اللي احنا بنكون فيه، لانه لسه في ناس تستخدم الطرق القديمة. تمام، كمان رح نحكي عنه انه كيف يكون موجود، كيف بينكتب يعني بالتقرير، زيادته ونقصانه لشو بدل. اول شيء خلينا نعرف شو هي اختصارات الهيماتوكريت. يعني بيكون موجود عنا يا اما ال HCT، هاي بدل انه هي الهيماتوكريت، هذا اختصار، او بيكونوا كاتبين HT، طبعا انا كتبتها هون قبل ابلش عشان ما احاول ما اشخبط، او بيكونوا كاتبين اللي هي BCV. BCV يعني الباكيت سيل فوليوم، هيها باكيت سيل فوليوم. تمام، طيب خلينا نحكي اول شيء شو هي، شو يعني هيماتوكريت، او خلينا نعرفها. خلينا نحكيها اول شيء بلغتنا العاميه، الهيماتوكريت خلينا نكون عارفين ودائما متذكرين انه يعني هي النسبة المئوية لخلايا الدم الحمراء من إجمالي حجم الدم كله. يعني كم احنا عنا ريد بلاد سيل بالنسبة لكامل الدم، للهول بلاد كامل. يعني لما أحكي الهول بلاد يعني كل شيء، بيشمل كل شيء سواء ريد بلاد سيل وبلازما. تمام، طيب أول شيء عرفنا شو هو اختصار الاختصارات اللي لازم نكون احنا عارفينها، اللي هو HT HCT أو BCV. نحن لازم نكون عارفينها كل هدول الثلاث، وعرفنا شو هي، حكينا هي الفوليوم للباكد ريد بلاد سيل. شو يعني باكد ريد بلاد سيل؟ يعني ريد بلاد سيل المترسبة، خلينا نحكي بالنسبة لكامل الهول بلاد، بالنسبة لكامل حجم الدم. تمام، حكينا هون الجملة الثالثة انه بنحكي لها هيماتوكريت او بنحكي باكد سيل فوليوم، يعني سواء حكينا هاي او هاي هي صح. تمام، والباكد سيل فوليوم بتعود انه للريد بلاد سيل، يعني الريد بلاد سيل المترسبة. طيب نحن فهمنا شو يعني هيماتوكريت، يعني اي حدا بيحكي لك شو يعني BCV، ممكن احنا كمخبرين نتعرض لهذا السؤال انه شو يعني BCV، نكون احنا عارفينه. تمام، طيب رح نحكي كيف بيتم قياسه، بس قبل ما نحكي كيف بيتم قياسه لازم نعرف انه هي بيتم كتابتها بالريبورت يعني على شكل نسبة بيرسنتج. تمام، يعني من 100، والنسبة الطبيعية للBCV أو الهيماتوكريت هي سواء الميل من 42 إلى 52%، أما الفيميل من 37 إلى 47%. طيب خلينا نركز شوي هون، ماشي، نركز لأنه أنا رح أحكي لكم معلومات ما رح تعرفوها غير لما تتدربوا أو تشتغلوا، يعني معلومات مو بالسهولة أنه الواحد يحصل عليها. خلينا نحكي هون بعدين برجع للسلايد اللي قبله لأنه في معلومات متعلقة بهاي السلايد. طيب الهيماتوكريت كيف بيتم قياسه بالمختبر؟ رح احكي على طريقتين، الطريقة القديمة والطريقة الحديثة. الطريقة الحديثة اول شيء لازم نحط بعين الاعتبار انه نحن بنستخدم عينة الدم لازم تكون موجودة بإيديتا تيوب، التيوب اللي لونه نهدي. تمام، هذا معروف، هو التيوب هذا للسي بي سي او للهيموغلوبين اي وان سي، خلينا حاطين هاي المعلومة ببالنا. طيب الطريقة الحديثة، خلينا نبلش بالطريقة الحديثة، جهاز. تمام،
هو هذا جهاز خاص بس للسي بي سي، يعني ما بيعمل فحوصات غير للسي بي سي. بتحط التيوب الايديتا تيوب، هو بيسحب لحاله دم وبيعطينا النتائج، بيعطينا كل نتائج السي بي سي، يعني اللي بتندرج تحت الريد بلاد سيل، واللي بتندرج تحت الوايت بلاد سيل، واللي بتندرج تحت البليتلت. تمام، بيعطينا كل المعلومات، بيقرأ لنا اياها وفورا بيعطينا النتيجه. هاي بالطريقه الحديثه. اما بالطريقه القديمه وممكن انه نحن نشتغل حتى بايامنا هاي، ممكن نشتغل فيها، كيف بيكون في جهاز، تمام ركزوا معي شوي، بيكون في جهاز جهاز طرد مركزي ماشي، بس هذا جهاز الطرد المركزي خاص للانابيب الشعريه، الانابيب كابيلاري تيوب. هون كاتبين لنا مسمى ثاني اللي هو المايكرو هيماتوكريت تيوب. فبيكون عندنا كابيلاري تيوب، هذا الكابيلاري تيوب بنجيبه، بنجيب اثنين تمام مشان يصير في توازن على جهاز الطرد المركزي. نجيب اثنين انبوبين وبناخذ من العينة الدم الموجودة باليدي تيوب، بنعبيها. طبعا الكبير تيوب بيكون موجود في احد يعني اطرافه بيكون موجود في علامة لون ازرق، تمام بيكون لونها لون ازرق. بنعبي التيوب الكبير تيوب لحد هاي العلامة، بنعبي اثنين وبنحطهم بجهاز الطرد المركزي قبال بعض. برجع بحكي لكم هاي المعلومات ما رح تعرفوها غير لما تتدربوا او لما تشتغلوا، بس حلو انكم تكونوا عارفينها من يعني من هسه. المهم وبنشغل الجهاز وبنسكر، وبنشغل الجهاز تقريبا شي 5 دقائق مشان يصير في فصل لهذا التيوب. بعد 5 دقائق بنطول الانبوبه الكبيره للتيوب الاثنين وبنشوف. احنا بدنا نعمل عمليه حسابيه لحتى نشوف كم البي سي بي او كم الهيموجلوبين. يعني احنا ليش بنلجأ لهي الطريقه حاليا؟ خلينا نحكي، في ناس بيجوا ما بدهم يعملوا سي بي سي كامل، انا بدي بس اشوف قوه دمي. فهاي الطريقه نحن بنستخدم يعني بنستخدمها لحتى نشوف الهيموجلوبين والهيماتوكريت، نطلع لهم نتيجه هدول الفحصين. المهم فنيجي شو هي العمليه الحسابيه اللي نحن بنعملها لحتى نحصل على الهيماتوكريت. العمليه الحسابيه اللي هي هاي، تمام خليها ببالنا. بنقيس بالمسطره، نجيب الكابيلاري تيوب اللي احنا فصلناه، بيكون موجود عندنا كم يعني كم الريد بلاد سيل يعني بيكون مفصول الريد بلاد سيل لحال والبلازما لحال. نيجي بالمسطره بنقيس كم عندنا ريد بلاد سيل، تمام بنقيس بالمسطره كم وبنسجل على التوتال. التوتال هو عباره عن شو؟ التوتال هو عباره عن الريد بلاد سيل مع البلازما، يعني الاثنين مع بعضهم بنقيسهم وبنحطها، هاي عباره عن توتال، ونضرب بمية. الناتج هو الهيماتوكريت، تمام هو الهيماتوكريت يعني النتيجة اللي احنا بدنا اياها. بيكون كمان ضايفين عليه فحص مثلا هو الهيموجلوبين، لما نقسم الهيماتوكريت على 3 بيعطينا هو الهيموجلوبين. اوكي هلا اللي بيهمنا هو الهيماتوكريت، نكون مركزين كيف انه بنحصل عليه. فهاي هي العملية اللي العملية الحسابية اللي بتعطينا نتيجة او قيمة الهيماتوكريت. حكيت لكم كيف شرحها، كيف نشتغل لها. هون موجود طبعا الشرح بالتفصيل وسهل، اذا فهمتوا الحكي اللي حكيته راح تتبعوا مع الكلام. وحكيت لكم كيف انه الطريقه الحسابيه، انه نحط الباكت سيل فوليوم كم عندنا ريد بلاد سيل، الباكت ريد بلاد سيل بنقسمها ديفايد يعني بنقسمها على التوتال بيعطينا، او طبعا نضربها كمان ب 100 لا ننسى، بيعطينا هو البي سي بي، لانه احنا حكينا البي سي بي بالنسب بيطلع النتيجه من 100. تمام طيب، فخليني اعمل بس ملخص سريع للشي اللي حكيته. اول شي حكينا شو هي اختصارات الهيماتوكريت، شو هي الاختصارات لازم نكون احنا عارفينها، اللي هو ال HD HCT او بي سي بي. عرفنا شو يعني هيماتوكريت وسهلة كثير. لازم تكونوا عارفين وفاهمين شو هو التعريف، ولازم تكونوا عارفين هاي يعني العملية الحسابية لازم تكونوا عارفينها ودائما ببالكم ما ننساها. ليش؟ لأنه هلأ رحنا بعد شوي لما نحكي عن الانكريز والديكريز بالهيماتوكريت لازم تكونوا هاي يعني هاي العملية الحسابية ببالكم، لأنه كل شغلنا عليها لقدام. تمام حكينا أنه هي بتكون موجودة كنسبة، وهون بيحكينا أنه إذا كان الانخفاض بالهيماتوكريت بيدل أنه في عنا النقصان بالريد بلاد سيل سواء بالعدد أو بالحجم. طبعا شوفوا بس خلي بدي أحكي هون شغلة، هاي العملية الحسابية ماشي، هاي العملية الحسابية اللي أمامنا لازم نعرف إنه إذا هاي البسط وهاي المقام صح؟ إذا كان البسط قليل بنيجي نعمل العملية الحسابية رح يطلع معنا الهيماتوكريت قليل
صح؟ لما تقسم، يعني هذا شيء معروف، لما نقسم عدد صغير على عدد كبير رح يطلع معنا الناتج صغير. إذا كان الريد بلد سيل عالي يعني كميتها كبيرة، لما نيجي نقسم رح يطلع معنا هيماتوكريت يعني عالي، صح؟ هاي المعلومة لازم نكون نحن عارفينها لأنه رح نشتغل عليها بعد شوي. فهون بحكي لنا إنه إذا كان في عنا الهيماتوكريت قليل معناها إنه الريد بلد سيل قليل، سواء كان بالنمبر أو الحجم، تمام، للريد بلد سيل، أو بيكون عنا البلازما، يعني البلازما عنا كثير، يعني المقام رح يكون عنا كبير والبسط قليل. فلما نعمل هاي العملية الحسابية رح يطلع عنا الهيماتوكريت كمان قليل، صح؟ طيب هاي المعلومات لهون لخصناها ورجعنا راجعناها. هون حكيت لكم الطريقة القديمة، وكمان لحد الآن في ناس بتستخدم هاي الطريقة. طيب رح نحكي بهاي السلايدتين إنه انخفاض وارتفاع الهيماتوكريت على شو بدل. طيب عنا إذا كان عنا الهيماتوكريت قليل فهو مؤشر إنه في عنا أنيميا. شو يعني الهيماتوكريت عنا قليل؟ يعني إذا بنرجع للعملية الحسابية هاي معناها إنه البسط اللي هو الريد بلد سيل عنا قليل، معناها عنا أنيميا، سواء كان ايرون ديفيشنسي انيميا، ميجالو بلاستيك انيميا، يعني وات ايفر هاي الانواع، طبعا رح نحكي عنها بعدين. فهون بحكي لنا انه هون لازم احنا نحدد شو بالضبط شو هو سبب الانيميا، تمام. فهاي اول مؤشر انه بدلنا انه في عنا انيميا. ممكن يكون سبب ثاني، مو انه عنا فقر دم، لا، ممكن يكون بسبب انه الامراه حامل اللي هو البريجننسي. ليش البريجننسي؟ بيكون عندهم الهيماتوكريت قليل. طبعا هي نتيجة تعتبر بنسميها false positive، يعني احنا بنفكر انه في عنا مثلا فقر دم، لكن هو بيكون اشي يعني انه لانها حامل، يعني مو انه اشي مرضي، تمام. ليش؟ لانه الحامل عندها extra fluid، يعني عندها سواء الجسم سواء في زيادة في الدم، فبيكون عنا total، يعني بما معناه يعني انه عنا total بيكون يعني عادي. فالريد بلد سيل لما نيجي نقسم الريد بلد سيل على التوتال، بما انه المقام عالي فرح يعطينا الهيماتوكريت، رح يعطينا انه الهيماتوكريت قليل، اوكي. طيب مشان هيك حكيت لكم نخلي هاي المعادله بنا نروح نرجع لها. طيب في عندنا حالات ثانيه او اسباب ثانيه بتخلي الهيماتوكريت عندنا قليل. شو هي؟ لما يكون في عندنا نقص ديفيشنسي بالفيتامين او بالمينرال، يعني بالمعادن او بالفيتامينات. طبعا هو كله بيؤدي وكله بيصب بنفس الانيميا، يعني انه عنده فقر الدم. خلي بالنا هاي الشغله، لما يكون في عندنا الهيماتوكريت قليل معناها في انيميا، في فقر دم، او بحاله البريجننسي، تمام، وهي شيء طبيعي يعني مو شيء مرضي. في عندنا سبب ثاني، لما يكون في نزيف، النزيف طبعا بيؤدي لفقر دم، cirrhosis of the liver، لما يكون في عنا تشمع أو تليف في الكبد. وأنا حكيت شو دخل الكبد بالموضوع، حكينا إنه الليفر بيعطينا بيفرز لنا هرمون اللي هو الإريثروبيوتين اللي متذكر معنا بالمحاضرة السابقة، هو الهرمون المسؤول إنه نخاع العظم ينتج لنا ريد بلد سيل، تمام، أو في حالات المالجنانسي اللي هي الأورام الخبيثة. اوكي، فخلينا ببالنا لما يكون في عنا الهيماتوكريت نازل معناها هو دليل على انيميا. طيب في حاله الانكريز الهيماتوكريت شو بنسمي هاي الحاله؟ بوليسايثيميا فيرا، تمام، يعني عنا ريد بلد سيل كثير، او عنا التوتال لما نيجي بيكون التوتال نسبته قليله. فلما نعمل هاي العملية الحسابية رح يطلع معنا الهيماتوكريت عالي، لما يكون الريد بلد سيل يعني البسط بيكون عالي، أو لما يكون المقام واطي. لما يكون المقام واطي يعني لما يكون في عنا بلازما قليل. طيب وأكثر سبب اللي يعني السبب الرئيسي إنه يكون في عنا الهيماتوكريت عنا عالي هو الديهايدريشن، يعني الجفاف. طيب شو يعني؟ شو دخل هاي بهاي؟ لما يكون في عنا جفاف يعني كمية البلازما رح تكون قليلة، وبالتالي التوتال أو خلينا نحكي المقام رح يكون عنا قليل. مشان هيك لما نيجي نعمل هاي العملية الحسابية رح يطلع عندنا الهيماتوكريت عالي. فيا أما بيكون في عنا الريد بلد سيل كثير، أو بيكون عنا نقص بالبلازما، يعني المقام رح يكون قليل.
طيب يعني في حالة الديهايدريشن حكينا اللي هو الجفاف، بيكون عندنا البلازما قليل، فرح يطلع لما نجي نعمل العملية الحسابية رح يطلع الهيماتوكريت عندنا عالي. طيب أو السبب الثاني حكينا لما يكون في عندنا more than number of red blood cell، يعني لما يكون عندنا red blood cell عالي. شو هي الحالات اللي بيكون فيها red blood cell عالي؟ بدي أحاول بس أستعجل شوي عشان ما نطول. أول سبب اللي ممكن يكون في عندنا مشكلة بالبون مارو، بنخاع العظم، يعني لما يكون عندنا مشكلة بنخاع العظم رح يبلش ينتج لنا كثير red blood cell، وبالتالي رح يكون عندنا الهيماتوكريت عالي. او في مشكله او في سبب ثاني لما يكون في عندنا مشكله باللنج، يعني مشكله بالرئتين، فبيجي البون مارو بيحاول يعوض هاي المشكله، يعني الجسم ما عم يوصل له كميه اكسجين منيحه، فبيروح وبينتج لنا اكثر ريد بلاد سيل عشان يحمل اكسجين اكثر ويوصله لكافه انحاء الجسم. او في عندنا كمان حاله او سبب، الناس اللي بتكون عايشه بالاماكن المرتفعه، تمام، ناس بتكون عايشة بالأماكن المرتفعة، نحن بنعرف كل ما إنه زاد الارتفاع بيقل الكمية نسبة الأكسجين أو كمية الأكسجين، وبالتالي الجسم بيحاول ينتج لنا ريد بلاد سيل أكثر، ماشي، خاصة الناس اللي عايشة هناك عشان يعوض النقص في الأكسجين.